سلام غزالتي، كديري لبس عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبأحوال جيدة. اليوم جيت ندير بكم واحد الجولة في واحد التخفيضات المنارة اللي في الصراحة غزالين، فيهم أي حاجة البنات بغيتوها، الأواني، ديكورات، داكشي ديال التنظيف، داكشي ديال المنظمات، أي حاجة. يلا معايا وتشوفوا. وهنا يا غزالتي بديت لكم بهاد البلاصة اللي فيها أي حاجة هكا ديال الزاج، وكاينين هاد التريات هادو كيجيو سامبل، وهذا ديال البيوتا. المهم وهنايا كاين القراعي ديال الزاج، كاين الكيسان، كاين الطباصل. المهم انا غزالتي غادي نخليكم تشوفوا الفيديو على خاطركم. وبالنسبه للاثمنه، الاثمنه البنات انا ما غاديش نقد نقول لكم كل حاجه وثمنها، حين فاش تبارك الله المحل كبير وفيه بزاف ديال لي زارتيكل، يعني ما نقدرش كل حاجه نقول الثمن ديالها. الحاجه اللي كيبان ليا بحال هكا الثمن ديالها راه كنزومي لكم باش تشوفوا الثمن، والحاجه اللي ما تيبانش ليا فيها الثمن راه ما كان كاينين شي حوايج سولت عليهم غادي نقول لكم الاثمنه ديالهم، وكاينين شي حوايج اللي ما عرفتش الاثمنه ديالهم. المهم غزالاتي انا نخليكم تشوفوا. وبهذا الفيديو درته بالنسبه لشحال من متتبعه كتقول لي انا جديده في مراكش وورينا عافاك شي بلايص هكا ناخذوا منهم الاواني ولا الديكورات وشحال من حاجه. المهم البنات انا غادي نوريكم وغادي نعطيكم النعت ديال المحل في اخر الفيديو، وغادي نخليكم دابا تفرجوا وفرجه ممتعه. وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، ولا كتقلبوا على شي حاجه كنتمنى تلقاوها هنايا وتجيو لهذا المحل، راه الصراحه فيه فاش تختاروا.
بالنسبه لهذا البلاطو البنات كيجيك ديال الزاج صراحه كيجي زوين، كاين فيه الصغير والمتوسط والكبير، كيدير 230 درهم يا 4600. بالنسبه لهذه حبوباتي اللي كيبخروا فيها هكا الخضرة ولا المهم تتبخري فيها بحال الكسكاس دايره 400 درهم. هنايا غزالتي غادي نزرب عليكم شويه حيت فاش الفيديو الصراحه بيجي طويل وباقا جيت الماء عندي الميكا وباقي جيت المونطيمات وجيت مواد تنظيف، المهم بيجي الفيديو طويل وما بيش نقسمو لكم على جوج، داكشي علاش غادي نزرب ونوريكم كل شيء في فيديو واحد. Thank you.
وهاد الرايو غزالاتي كاينه هاد الشيه هادي دايرين فيها هاد لي شامبان لي ماسك لي بندوش صبيغه الشعر. المهم كل شيء كاين هنايا، كاينين كاين بابي سيرفيت، كاينين دوك الفيطات ديال الكوزينه الكبار والصغار، كاينين هاد لي ناب هادو. وبالنسبه لهنايا غزالاتي كاينين هاد المنظمات هادو مجوره ديال البلاستيك، وكاينين هاد الشيء المنظمات ديال الحمامات كتارين. وبالنسبه لهاد البانيه البنات صراحه عجبتني غزاله، ولكن ما بانش ليا الثمن ديالها. تاك ديري فيها الالعاب ديال الوليدات الصغار، ولا ديري فيها حويجاتهم الموسخين في بيتهم، المهم تنفع. وكاينين هاد المنظمات هادو ديال الطبيصلات، الا بغيتي تقطريهم فيهم ولا بغيتي ديريهم هكا تنظمي شي بلاكار فيهم. وكي قلت لكم هنا راه كاينين المنظمات ديال الحمام بزاف ديال البلاستيك ديال البديع، المهم بزاف عندك فاش تختاري. كاينين هادو ديال الكوزينه حتى هما تيجيو زوينين، وكاينين هادوك الفراشات ديال الكراسة حتى هما فيهم اللوينات. المهم البنات المنظمات هنا راه عطاهم الله، اي حاجه بيتي تلقايها هنا. كاين هاد الانسبيراتور دايرين فيه بروموسيون، كان ب 450 وداروا ليه 380. المهم غزالاتي كي قلت لكم هاد الشيء ديال البلاستيك راه عندهم فيه الانواع والاشكال، وعندك فاش تخيري واي حاجه طاحت لك في راسك كتلقايها هنايا. خليني من صاقة البنات الصراحة، بعدا صاقة ديال مراكش ما فيهاش بزاف بحال هكا ديال الشيء المنظمات. كاينين غزالاتي حتى هاد الطابيات هادو، كاينين هادو ديال البيبان. المهم كله فين تي نبابتي حط بحال هاد الطابيات. المهم هادي دايره 25 درهم. كاينه هادي حتى هي ديال الكوزينه فيها الصغيره والكبيره، قالت لي الكاليتي ديالها راه زوينه دايره 165 درهم. وكاينين هادو ديال الطواليت راه فيهم شي 4 بياسات ولا 3، المهم ما عرفتش بالضبط، دايرين 96 درهم ولا ما 95 درهم، المهم بحال هكا 95. وكاينه هاد المزغبه هادي حتى هي ديال الدوش ولا باب الدوش ولا كله وفين بيديرها، حتى هي دايره 65 درهم. وفيهم هاد الطابيات كلهم فيهم اللوينات. وهاد المقيله هي اللي فيها هاد الدبدوب، هادي دايره 15 درهم، صراحه زوينه الا بغيتي ديريها هكا شي حاجه للوليدات الصغار. وبالنسبه لهاد الشبكات تحببات شي ديال الماعن هكا ديال الاينوكس صراحه زوينين، وقالت لي بالنسبه لهداك الخشب اللي في الجناب ما تخافي والو البنت اللي هنايا، وما عرفتش. المهم هذيك الكبيره دايره 460 درهم، والاخرى اللي اينوكس كامله دايره 430. وهاد الصغيرة هادي تا هي اللي فيها الخشب هكا في الجناب دايره 435. وهادي هي تا هي سامبل صغيرة دايره 150 درهم.
وصافي هادوما الاثمنه ديال هادوك الشبكات كاملين. وهنايا كي تتشوفوا راه كاينين هكا هاد اللعيبات هكا ديال التراب ديال البلاستيك ديال الاينوكس، المهم القرادات كلشي كاين هنايا، هاد الحكاكات كلشي، هاد الطويجنات، وهاد لي هاشوار البنات تا هما ديال الضو، تا هما الصراحه زوينين عمليين، دايرين هادوك الفوقانيين بثلاثة دايرين 250 درهم ديال الزاج و اينوكس، هذاك كيتبان لكم راه اينوكس، وهذه حتى هي هاد البيضه حتى هي داك ديالها راه اينوكس، دايره حتى هي 250. وكاينين ديال بلاستيك دايرين هادوك الاخرين ديال البلاستيك دايرين 160 درهم، وهاد الكبيره هادي دايره 195 درهم. المهم هادو هما الاثمنه اللي شفت لكم حبوباتي. وهنا كي تتشوفوا مروايح و ديال الدراري الصغار، والمهم بابي الومنيوم، سلوفان لي جيل دوش، داكشي ديال التنظيف. واو ما الورود غزالاتي، الاشكال والانواع، كاين 15 درهم 30 درهم 13 درهم على حسب الشكل اللي بغيتي. وهنايا واحد الرايو عاوتاني فيه لي دي دوغون، شامبان ديال الدراري الصغار ديال الكبار، الكريمات عاوتاني، المهم كلشي حاطينه هنايا. وكاينين حتى دوك المقبطات وداكشي للوليدات الصغار، بوندويات، المهم كلشي كاين هنايا. هاد الحلافي ديال سميتو، كاين داكشي هو ديال التنظيف، كاينين هاد المعينات هكا، هاداكشي جيقلات بحال تراب، هادوك شبيكه صغيره، هاد الاطارات هكا الا بغيتي تقدي بهم شي حاجه. المهم كلشي حبوباتي درت لكم عليه دويره بحال هكا. هنايا كاين هادوك المعينات، دوك الطبيصلات ديال 5 دراهم ديال، المهم الاشكال والانواع البنات كلشي كاين هنايا. صافي هنا كاين الشموع والورود الا كان شي مناسبه شي انيفيرسير شي حاجه، كاينين هكا الطبيصلات الشمع. وهنايا تا كنت خارجه حبوباتي من تخفيضات، وانا نقول علاش لا ما نصورش لكم هاد الطلعه ديال الدروج، هادشي اللي حاطين فيها. كاينين دوك الباليزات كي شفتو، كاين هاد الكرسي بالضبط البنات اللي بغيت نوريكم، بالنسبه لهكا الناس الكبار الله يحسن العوان، ولا شي حد فاتح ولا ما قادش يدخل الطواليت ولا شي حاجه، كاينين هاد الكراسي هكا زوينين تينفعو، حتى بالنسبه اللي والده سيزاريان راه ينفعوها بزاف بزاف، راه كاينين عندهم. وكاين هاد البيرو هذا، وكاينين الالعاب، كاينين البوسيطات، كاينين البيكالات، المهم كلشي كاين البنات، وكاينين حتى الالعاب لتحت ما صورتهمش لكم حيت الصراحه بيجي الفيديو طويل بزاف، داكشي باش قلت مره اخرى. ودابا غادي نعت لكم انتما غزالاتي، شتو هذاك الدرب راهو راه كيدي ديريكت للقواس، وهذا كيخرج للشانطه الكبيره اللي كدي المحامي تسعود. المهم بلا ما نصعب عليكم، اللور ديال لارا ديما اللي كاينه حدا القواس، واللور داك الشانطي اللوراني ديال اللي ورا مسحات المطار، هذاك الدريبه هذيك تمي نازله معاها بحال غدا القواس، وهذه تلقاي التخفيضات على يدك اليسر حداها واحد السناك هو. المهم غزالاتي اللي ما عرفاتش تقولها ليا، نعت ليها في لي كومونتير مزيان، وكنتمنى يعجبكم الفيديو، تعجبكم الجوله، وتكونوا بالنسبه للناس الجدادات في مراكش واللي ما عارفينش هاد التخفيضات راه زوينين، هيجيو يشوفوهم. وما تنساوش جيم وابوني وتضغطوا على الجرس.